بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، أعلنت انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا الثالث يحمل دائما في طياته الكثير والكثير. شوطنا الثالث يحمل آمال ملاك ومضمرين في هذه الرياضة العربية الأصيلة. نحن دائما نندفع هنا في عربة النقل إلى مقدمة الشوط لكي نوافيكم بمجريات وكوكبتنا العاشرة. شواهين في المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مختوم حمد بن راشد بن غدير. النقلة على المركز الثاني اللي هي سهرة تأتي في ثاني المراكز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد مختوم طار بن حني بن واس. انتقل وياكم إلى الحرة تأتي في المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد مختوم سعيد بن محمد بن حزيم. النقلة هنا على المركز الرابع اللي في المركز الرابع مهيض هادي بن سعيد الإحبابي. بينما شواهين تأتي في خامس المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مختوم وحمد بن راشد بن غدير. الشرود تأتي في سادس المراكز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد مختوم مطر بن علي بن واس. النقلة على المركز السابع اللي في المركز السابع مياس سهيل بن مغير بن سالم العميمي. ثامن المراكز هنا الليزر سعيد بن محمد المري. النقلة على المركز التاسع الله يا مراسيل خالد بن حميد بن حارب المهير رعدانه. النقلة هنا على ثامن المراكز اللي في المركز ثامن مطر بن سعيد بن حلوى. النقلة على المركز التاسع اللي في تاسع المراكز لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد مختوم مطر بن محمد بن رفيع. شواهين في المركز العاشر وتعود ملكيته لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد مختوم وحمد بن راشد بن غدير. هاي النتيجة للعشرة المراكز الأولى، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ونحن ننتقل إلى مقدمة الشوط، نسير معاكم للمركز الأول. شواهين هي من تسيطر، هي من صامدة حتى هذه اللحظة على المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم حمد بن راشد بن غدير. والحرة على كيفها، حرة في المركز الثاني، وين ما تبى تسير تسيطر على موقع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المختوم سعيد بن محمد بن حزيب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وصلت مراسيل أيها الإخوة التي سوف ترسل هنا في أرضية هذا الميدان رسائلها الخاصة إلى الدانة عبر الاسمس خالد بن حميد بن حارب. النقلة على المركز الثالث اللي في المركز الثالث شقر أول ندلها عبدالله بن سلطان عبد الله بن سلطان. النقل على المركز الرابع والخامس شواهين أيها الإخوة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مختوم حمد بن راشد بن غدير. ها هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز دعناها عليكم، ولكن شقر غيرت سيطرت على المركز الأول، سيطرت على مقدمة الشوط، سيطرت على المركز الأول لعبد الله بن سلطان. هنا مدونة عندي بالكشف بهذا الشكل. انتقل إلى شواهين في المركز الثاني لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مختوم حمد بن راشد بن غدير. هاي النتيجة الميتين المتر الأخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية. شقرة لاحل والتواصيف، شقرة وشواهين، شواهين شقرة. اللحظات الأخيرة تانينا لعبد الله بن سلطان بمناسبة فوزه بالمركز الأول. شواهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المركز الثاني. المركز الثالث
لخالد بن حميد بن حارب المركز الرابع والخامس، لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد مكتوم المركز السادس، لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد براد مكتوم المركز السابع، سيلبا بن مغير بن سالم العميمي ثامن المراكز، هنا للسيد سعيد بن محمد المري المركز التاسع، لسمو الشيخ سعيد بن حمدان براد مكتوم المركز العاشر محمد بن سالم. هاي النتيجة يرغب تعالينا والناموس لمالك بالحقيقة شقر عبد الله بن سلطان بمناسبة فوزه بالمركز الأول 4:39، 44 في الثانية تهانينا والناموس.